مسابقة جديدة ورقمها باش تشاركوا معنا 0702024040 على شدا يفهم مع فقرة محبتك في قلبي مع دامتي. عبروا على مشاعركم ومحبتكم تجاه الشخص الغالي على قلبكم. دامتي ديما في قلبي. إذن مسابقة جديدة غتكون البداية باش نعرف المشاركات ديالكم إن شاء الله من نهار 2/12 فبراير. أكيد المشاركة غتكون مختلفة لأنكم غتختاروا أنتم الشخص اللي غتعبروا لي على المحبة ديالكم، على قداش عزيز عليكم، علاش قداش أنكم كتهتموا به وكتهتموا بأموره وبغيتوا تعبروا على محبته أو محبتكم ليه مباشرة والناس تسمع. المشاركة ما عليكم إلا أنكم ترسلوني الرقم ديال الشخص اللي بغيتوا تعبروا لي على المحبة ديالكم على رقم الواتساب اللي هو 0702024040. كتبعتوا الاسم ديالو مع الرقم ديالو وأكيد غنتواصلوا معكم باش أنكم تعبروا ليه مباشرة في اتصال هاتفي مع بعضياتكم على المحبة، ولأنه عنده واحد القيمة كبيرة في القلب ديالكم. هاد شي كله غيخليكم أنكم تربحوا من خلال دامتي جوج ديال السنسلات، سنسلة لك وسنسلة للشخص اللي محبته في قلبك. أكيد التعبير غيكون بكلمات اللي انتوما غتكونوا قايلينها وانتوما اللي غتكونوا كتحسوا بها. تعبيركم غيكون كذلك بأن الناس اللي كتبغي تكتب خواطر اللي عندها زجل، تعبيركم غيكون أيضا بكل لهجات ولا كانت اللي انتوما كتقنوها وتتشوفوا أنكم كترتاحوا باش أنكم تعبروا على المحبة ديالكم لهذا الشخص. فشاركوا في المسابقة وكتفوا الحدود ديالكم من دابا ونهار 2 غنشوفوا أولى مشاركاتكم من خلال الرقم ديالنا ديال الواتساب اللي هو 0702024040. ما تنساوش أنكم كتكتبوا لي الاسم ديال الشخص بالكامل مع الرقم ديال هاد الشخص هذا، واكيد حنا كنتكلفوا بالبقيه باش اننا كنشوفوا كيفاش ممكن انك تعبر على المحبه ديالو. فدائما كنقول لكم خاصكم تكونوا حاضرين معنا وتكونوا دائما كيف موالفيننا دائما بالمسابقه باش انكم كتشاركوا معنا بكثافه وكتثقوا فينا. فزيدوا الثقه ديالكم لان هاد الثقه اليوم غتربحكم مع دامتي من خلال هاد الفقره اللي هي محبتكم في قلبي بطبيعة الحال من خلال دامتي. غتخليكم تشاركوا معنا وغتخليكم تفوزوا أيضا بجوج ديال السنسلات من ذهب. يكفي أنكم تعطيونا الاسم ديال الشخص مع الرقم ديالو مباشرة على الرقم ديال الواتساب، نذكر به مرة أخرى اللي هو 0702024040. ما تنساوش أن هذه الفقرة ديال محبتك في قلبي مع دامتي فغنبداوها إن شاء الله نهار 2، ولكن مشاركاتكم من الآن، يلا من دابا كل وحدة أو لا كل واحد كيسمعني عبر على محبته. تقدري تعبري على محبتك الأم ديالك، لجارتك، للزوج ديالك، لوليداتك، لصديقتك في العمل، لزميلتك في العمل، ربما لمديرك، بزاف ديال الأشياء، يعني الناس اللي محبة ديالهم مغروصة في القلب ديالك. فما عليكم إلا أنكم تشاركونا هاد الأرقام وتشاركونا هاد الأسماء باش الفرحة إن شاء الله تعم من يوم الاثنين أنا نشوفوا الفرحة ديالكم ونسمعوا الكلمات اللي غتكونوا كتقال وكتقال من القلب. فشاركوا معنا بكثافة من خلال رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0702024040 على شدا يفهم. وانتوما كيفاش كتعبروا على مشاعركم ومحبتكم تجاه الشخص الغالي على قلبكم؟ والقلب الكبير ديال دامتي ما نساكمش وكيهديكم نتوما واللي محبتو في قلبكم جوج سلسلة ديال ذهب من النوع الرفيع. دامتي ديما في قلبي.